الخبر الاولي عادنا عن طبن جو عرس اختي يا حبايب. فلز شويه سوريات كان متدخل صارت العرس شويه كان هو خجلان وقاعد يقول بها يا حبايب انه اليوم هو عرس اخته، وهذا السبب اللي خليه شويه بعد عن اليوتيوب عن فرق فنبولي. فان شاء الله الف مبروك اختي يا حبايب واخبار ان شاء الله مرجانه. وطبعا تفكتون الكومنتات شارك بالخبر. نروح حاليا نور صار واخيرا سفرها لمصر. فلز شويه ستوريات واحد كاتبت نوري مصر قالت اخيرا راح اسافر مصر ام الدنيا، واللي صراحه ما اتوقع ان ممكن هي تتقوي ارس وصالب ومنو حاليا ثلاثهم بمصر. فالله يوفقها يا رب وان شاء الله توصل بالسلامة، واكتبوا لي بالكومنتات قيمة 50 الاشياء اللي راح تصير بمصر. ونروح حاليا لقمر الطاي ومفاجآت الحفلة مال 2 مليون مالتها يا حبايب. فالاسم الاول واحد يا حبايب هو مصطفى ريدر اللي نزلت هذا الستوري تقول انه جاب لها هدية دبدوب وبنفس الوقت سلسال ذهب وورود يعني. الاسم الثاني شيء يا حبايب واللي هي مريم جواني اللي هم نزلت ستوري تقول انه هي جابت لها نوعا ما سلسال ذهب. وصراحة الباقي ما اعرفهم، لكن هذا شخص اسمه عبد الرؤوف هم جاب لها تقريبا سلاسل ذهب او شيء مثل ما شايفين. فاكتبوا بالكومنتات هدية منو عجبكم اكثر. بنروح حاليا لاغاني اليوتيوبر اللي هو اول شيء هي نارين بيوتي يا حبايب واغنيتها الجديده. فضلت واحده من المقابلات على ام بي سي 4 يا حبايب اللي تعلم من خلالها انه هي قاعده تفكر تسوي اغنيه مثل ما ارتاح انها تكون اغنيه حب، وقالت ياب هي قاعده تفكر بهذا الشيء. شوفوا اللقطه للغنى وحبيتي بتعيديها مره ثانيه؟ يس اه. في شيء عم ينطبخ؟ اوريدي انطبخ بس لسه حبيت جرب شيء جديد واللي هو الغنى واي لايك صراحه، وعم حاول طور من حالي بهالشي. يعني مثلا بتشوفي في فرق بين اول غنية واخر غنية نشرتها، يعني عم حاول مارس هالشي وما بعرف. اوكي شو الاغنية اللي عم بتحضري لها؟ طيب سو غنية شوي رومانسية. اه يس يعني بتغني مش رابينج؟ لا بغني. اوكي بيشجعني. صوتك حلو. أدرب قد ما بقدر الحمد لله. في ناس عم تساعدني بهالموضوع وما حكون لحالي، حكون في معي حدا. ثاني واحد يا حبايبي اللي هو مصطفى ريدر نزل هذا الستوري وقريبا راح تنزل أغنية خارج المجرة واللي راح تكون ديستراك على محمد جواني، واللي اكيد راح تكون ديستراك ناري. فاكتبوا لنا بالكومنتات جيم متحمسين. ونروح حاليا ثالث واحد اللي هو نورمار اللي نزل شويه ستوريات يقول اللي هو الى الان مو نايم، ويقول حسب ما توقعت الصراحه انه حيروح يصور فيديو كليب مالته الجديد، خاصه انه هو واحده من المقابلات مال العربيه قال انه هو قاعد يصور فيديو كليب بدبي، فهو نوعا ما لمح على هذا الشيء. يشوف الستوريات مالته. صباح الخيرات، يلا ماني نايم يا جماعه، واليوم المفروض لازم اكون انا اليوم عندي تصوير شغله كثير مهمه. اظن عرفتوا شيء بس ما بحس انا كل حال بعد ساعة ونص التصوير فما رأنا. ما بعرف كيف رح يطلع شكلي إذا صاحي أو تعبان أو رح أنسى نكمل اليوم على أساس اليوم كله تصوير لحتى نخلصه، بس اللي بعرفه إنه رح إن شاء الله رح يكون قوي. نحسن أنا مربي شد حاولت. أنا والضلع رايحين على الهدف يوم إنجاز إن شاء الله. ادعونا نروح حاليا لبيسان اسماعيل وليش هي الى الان وهي وانس الشايب متزوجه وليش هي مختفيه من السوشيال ميديا. فنزلت هذا المقطع يا حباب على التيك توك وبواحد من الكومنتات كاتب لها انه شو وقت راح تسوين عرس انت وانس الشايب، فردت ما في فلوس اللي هو السبب ما خليهم يتزوجون حاليا. وبعدين يا حباب نزل شويه ستوريات تعتذر بها انه ليش غايبه هوايه على السوشيال ميديا، ولكن تقول انه بهذه الفتره حيصير اشياء كلش ناريه. هاي حبايبي كيفكم شو اخباركم؟ انا اسفه كثير اني غايبه عليكم واني ما عم بطلع حتى على الستوري ولا على اليوتيوب، بس ان شاء الله يعني في شغلات كتير 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 عم تحضر كتير، يعني ممكن يعني رح تعرفوه ان شاء الله بنهاية هذا الشهر. سو ترقبوا كل شيء جديد، وكمان حتى تعرفوا كل شيء عم بعمله او ليش غايبة او ليش حغيب هاي الفترة. بكرة في فيديو على اليوتيوب استنوه رح تعرفوا فيه كل شيء وكل التفاصيل، وبس ان شاء الله بتعرفوا كل الشغلات اللي عم بعملها باخر هذا الشهر ورح تتفاجئوا. استنوني. وبالختام يا حبايب عن يارا كوين وصول حسابها بالتيك توك ل 600,000 متابع، فان شاء الله مبروك اقبال مليون يا رب ما بغى شيء. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. وبس والله حبايب لنصت المقطع فجر هذا المقطع باللايكات. صراحه انا من الان نايم وسهران بس عم بسويكم هذا المقطع، فاتمنى تدعموني بهذا المقطع فجر المقطع باللايكات. وبس شكرا فيز زي ما قلت من القصص، مع السلامه.